ذلك عند اتحاد الطلحة. السلام عليكم، اسمي صبرين الصروخ، كنلعب اتحاد طنجة. اليوم دينا البطولة، اليوم لعبنا ضد الفتح الرباطي البارح. كانت منافسة شرسة، حتى أول مرة كنلعبوا ضد شي ايكيب في النيفو ديالنا، والحمد لله ربحنا بفرق ديال 5 نقاط. واليوم كذلك ضد أسفرو كانت مباراة هي نفس النيفو، لأن زعما كنا عيالين البارح، والحمد لله على كل شيء. حنا فرحانين كاملين، فرحنا كل ديالنا، فرحنا جميع الأوطار على المجهود ديالهم، والحمد لله على النتيجة. سميتي مريم الحودي، كنلعب مع نادي وداد الصفراوي. كانت الأجواء ديال الماتش زوينة بزاف، تعرفنا على صحابات جداد ودرنا معرفة، وكانت عندنا اكسبيريونس بهذا الماتش. مالوغوزمون ما ربحناش، ولكن إن شاء الله المرة الجاية نربحو، ومبروك على الفريق الطنجاوي. سميتي محمد المصوري من الاتحاد الرياضي الفاسي فئة أو 16. لي وكنش بغي نشكر اليوم نادي طنجاوي اللي صوبنا هذا التورنوا، وكندعي كاع النوادي يكثروا لنا من هذا لي تورنوا وهذا الشيء كامل، محط الصيف والدراري كيبغيو ينشطوا بعضياتهم وكل شيء ويدوروا في المغرب. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على المواكبه، ثانيا هذا الدوري ديال كره السله كيدخل في اطار واحد المهرجان ديال صيف طنجه، اللي فيه واحد مجموعه ديال الانشطه اللي كتنظم مؤسسه طنجه الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي بتنسيق مع واحد مجموعه ديال الجمعيات. هذا المهرجان هذا اللي هو الدوره ديالو الاولى ديال صيف طنجه، ارتئينا حنا واحد مجموعه ديال الفاعلين في مدينه طنجه باش يكون عندنا مهرجان محشوم في مدينه طنجه صيفي، اللي كيشمل التربوي والفني والرياضي. بدينا بهذا الاسبوع بكره السله، من بعد غتكون كره القدم الشاطئيه، غيكون الفولي بيتش، غيكون كره اليد الشاطئيه كذلك، غتكون واحد مجموعه الرياضات، وغيكون هناك لقاءات سينمائيه، غيكون هناك ندوات، غيكون هناك حفلات فنيه
ليليه غيكونوا في اول اللي غتشملها بعض المسارح وبعض المنشات في مدينه طنجه، وكذلك غتكون بعض الامور اللي غننظموها في الهواء الطلق في مدينه طنجه، بحال غنفتحوا لها المدينه القديمه، غنفتحوا لها واحد مجموعه ديال المؤسسات باش اننا تكون مدينه طنجه، نعطيوها واحد الاشعاع ديالها في هذا الصيف هذا، لان خصنا نواكبوا المشاريع الكبرى اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب جلاله نصر الله واياده. كانت صراحه تقول فريق الكبار لاعبين مع بعضهم، كانت هناك التنافسيه، كانت هناك النديه، كانت هناك بعض المرات فريق رابح وفريق خسر من بعد اخر عاوكي ساواها في هذيك الريمونتادا، كانت امور صراحه مشوقه، كاين جماهير، الحضور الجماهيري ديال الامهات الاباء واحد مجموعه المتتبعين، حضور الصحافه، اذا كانت كاين صراحه كتعطي واحد القيمه للمدينه ديالنا، لان المدينه عندها قريه رياضيه، عندها منشات، عندها تجهيزات، عندها مسارح، عندها كخص المواكبه ديالها. حنا كفاعلين جمعويين وكمنتخب كاع وباللي بغيتي اننا خصنا نواكبوا هذه المشاريع كل واحد من الجهه ديالو باش يمكننا اننا نسوقوا المدينه ديالنا ونعطيوها الاشعاع وطني محلي ودولي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.